بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مساهمة ممتازة من أحد خريجي كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بأسيوط، مشاركة ممتعة عن استنبات الشعير في خلال 7 أيام، وهو إن شاء الله هيشرح الكلام ده بعد ده قليل. تم برمجتها بوحدة أردوينو بالتايمينج من خلال التحكم في الضوء والحرارة، الضوء والري والتهوية. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مشروع تخرج الهندسة الزراعية 2018-2019، اللي هو استنبات الشعير، إنشاء نموذج صغير لاستنبات الشعير. ده اليوم السابع لاستنبات الشعير. طوله وصل معانا في المشروع لحوالي 18 سنتي. هو النموذج ده تحكم آلي، في اللي هو الري، في اللي هو ال